بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، هنكمل مع بعض آخر امتحانين في كتاب مرسي إن شاء الله النهاردة، وبعد كده إن شاء الله هنراجع الوحدات، الوحدة الأولى والتانية، استعدادا لامتحان نصف العام. أول حاجة اكزامان نميرو سان هناخده دلوقتي مع بعض. طبعا باج سون سوسونت كاتر، تمام. طبعا هنا 164. هنبدأ مع بعض نقرأ الدوكيمو. أول حاجة هنا ده عبارة عن ديالوج. لا مير سي لو 30 جانفي، 30 يناير، نوزالون ا شرم الشيخ، يبقى احنا رايحين فين؟ شرم الشيخ. خلاص، كيل سوربريز، طبعا دينا بنتها ردت قالت لها كيل سوربريز، يا للمفاجأة. بور كومبيان دو جور، سألتها لأن في علامة استفهام، لمدة كام يوم؟ ردت لها مير الأم قالت لها 8 جور، 8 أيام. Et nous allons par avion, هنروح avion يعني الطائرة، أو par le bus أو بالباص. ردت مامتها قالت لها نو، par la voiture، رايحين بالسيارة. دو بابا أحمد فيان افيك نو، أحمد جاي معانا. قالت لها نو، توم فرير أحمد فا لي الأقصر افيك سي زامي، طبعا أحمد هيروح الأقصر مع أصدقائه. السؤال الأول في الدوكيمو بتاعتي بولي ست فامي سو كومبوز دو، الأسرة دي بتتكون من طبعا هنا لوبير ولامير، الأب والأم طبعا، ودينا وأحمد، يبقى كام؟ يبقى كاتر بيرسون، أربع أشخاص. ست فامي فا لي شرم الشيخ، طبعا هتروح شرم. طبعا ردت عليها هنا قالت لها، طبعا لما دينا سألت ماما قالت لها نوزالون بار أفيون أو بار لو بيس، قالت لها نو بار لا فواتور دو بابا، يبقى إذا هنا هيروحوا بار لا فواتور أو أون فواتور. أول سؤال أحمد فا لي الأقصر افيك، طبعا أحمد راح الأقصر مع سيزامي أصدقاء. سؤال بعد كده فيو فو لو 30 جانفي أوني أونيفير، طبعا صح 30 يناير احنا في فصل الشتاء. لا فامي فا باسي دو سومين أشرم الشيخ، لا غلط، لأن لما سألتها قالت لها 8 جور 8 أيام في الدوكيمو، ف 8 أيام يعني أسبوع أو أكثر بقليل. أونيكود سو ديالوج على ميزون، طبعا صح لان بتتكلم دينا ومامتها. السؤال اللي بعد كده سؤال السيتياسيون، هنا اول سؤال في السيتياسيون بيقول لي تو دي موند، انت بتسال انا مي لصديقك، لو ميتي سويتي، المهنه اللي انت بتتمناها دو سون فرير، يعني المهنه اللي بيتمناها مين؟ اخوك. ال دي طبعا هيجاوب اللي هو صديقه، هيقول له ال ايم ات ريبريزونتاتور، بيحب يكون مقدم برامج. توت ان فورم، وتوت ان فورم بتساوي تو دي موند، انت تسال سور لو طون كالفي اون فرانس، بتسال عن الجو في فرنسا. تو دي يبقى انت سالت هنا، وانت هتوجه السؤال يبقى كيل طون في تيل ا باريس، يبقى ايه؟ هسال ما هي حاله الجو في باريس. تو دي موند انت بتسال، ان توريست سائح، سا ناسيوناليتي ال دي يبقى هو هيجاوب عليا، هيقول موا جو سوي ايرلاندي، تمام. السؤال اللي بعده نميرو 10، تو بارل دو تيز اكتيفيتي كوتيديان، هتتكلم عن انشطتك اليوميه. تو دي هتقول ايه؟ او تقول جو او فوت تو ليماتين، انا بلعب الفوتبول كل صباح. السؤال اللي بعده سؤال الجرامير، اول سؤال بيقول نوزالون بروموني او بارك، طبعا هتبقى نو، ليه؟ لان احنا قلنا ضمير المفعول بيتبع الفعل حتى لو كان الفعل فين؟ في المصدر. السؤال اللي بعد كده سون تيجو بور لا ناتور، بيسالني عن هوايتي للايه؟ عن في الطبيعه، يبقى طبعا جو هنا جمع مذكر، يبقى انا هختار كيل الاخيره للجمع الايه؟ المذكر. فونيفو الاجابه دي سيتوازوني من الولايات المتحده، احنا قلنا فيربو فونير اداه الاستفهام بتاعته دو من اين. تامير الفي مامتك بتعمل ايه؟ هتبقى كوا، لان احنا قلنا كوا يا وسط يا اخر الجمله. مدام طبعا الجمله اخر علامه تعجب يعني في صيغه الامر، ولو لقينا مدام او مسيو يبقى مع فو هنا للاحترام، هتبقى بروني. بعد كده لا فواتور اي اكوتي دي موتو، لان موتو جمع فخدت دي للجمع. السؤال اللي بعده سؤال الايميل، اول سؤال سالو، طبعا هرد هقول سالو، تمام. سالوها لازم اعيدها تاني زي ما هي،
خلاص. وفي الاخر اوروفوار، ما فيش اي مشكلة، نفس التحية اللي بنستخدمها في الايميل. اول سؤال بيقول لي كيل سيزون امتو، حذفنا كيل واللي بعدها والتو اتحذفت، تمام كده. يبقى حذفنا كيل واللي بعدها والتو حذفناها. وهنا بيقول لي ايه الفصل اللي انت بتحبه، قلنا تو بحولها لجو جو ايم، انا بحب لو برانتو، وبرانتو يعني الربيع، تمام كده. ادي اول سؤال. السؤال الثاني قال لي كيل تون ايل في دان سيت سيزون، بيسالني عن حاله الجو، حذفنا كيل تون وهستخدم ايل في، وهقول ايل في بو، يبقى الجو ايه؟ جميل، تمام كده. يبقى ايل في بو، الجو هيكون جميل، تمام. اول موضوع عندي في الصفحه الثانيه طبعا بيقول لي بارل دو تون بلوا دو تون، كلم عن حاله، كلم عن جدول مواعيدك. بمضوا الويك اند، اثناء الويك اند كوفيتو، اداني بارك واداني ريستوران. قلنا لو ويك اند على طول هقول لو متان، متان يعني الصباح، وبعد كده لو ميدي والظهر، وبعد كده لابري ميدي بعد الظهر، وبعد كده اخر حاجة هتبقى لو سوار المساء. اول حاجة هقول جو في او كليب، انا بروح فين؟ النادي، تمام كده. جو انا بلعب، وفوت بلعب ايه؟ فوتبول. ادي اول جملتين. لو ميدي هو مديني هنا بارك، خلاص. جو في او بارك، انا بروح فين؟ الحديقة. بعد كده لابري ميدي جو في او ريستورانت، انا هروح فين؟ المطعم. اخر حاجة اللي هي لو سوار، تمام. لو سوار طبعا هتبقى جو، هنا جو ريست على ميزون، انا بقعد فين؟ في البيت، يعني بقعد اتفرج على التلفزيون. بعد كده بقول لي بارلو دو تو اون يجي، بتتكلم عن الجو في مصر طبعا. اون اوتوم، حدد لي الفصل اللي انا هتكلمه. انا عندي فصلين بيبقى زي بعض في الوصف، اوتومن وايفير. يبقى انا عندي اوتومن وايفير فصلين، اللي هي الشتاء والخريف. اول حاجة الفي موفي، الجو يبقى ايه؟ سيء. بقى تاني حاجة لوسيال اي جري، السماء بيكون لونها رصاصي يعني مغيمة. بعد كده هنا مديني فون، هقول ال يا يوجد دي فون، فيه رياح، تمام. ال يا يوجد دو لابلوي، في امطار، فصل الخريف بيبقى في رياح وفي امطار، تمام. يبقى ال في موفي، لوسيل اجري، اليا دي فون، اليا دو لابلوي، في امطار، او في ال نيج عادي ما فيش مشكله، او ال بلو، هي بتساوي بعض، تمام كده. يبقى ده وصف سواء كان في الخريف او في الشتاء. بعد كده هنشوف الدوكيمون اللي بعده في زمان نيميرو 6. طبعا هنبدا نقرا الدوكيمون مع بعض. علي كانزون، علي عنده 15 سنه. مون بير اي بولانجي، اي مامير اي كوزينير، بابايا طبعا خباز، اي مامير اي كوزينير طباخه. لو فوت الفوتبول، سي مون سبور بريفيري، رياضه الايه؟ المفضله. جو ام اتر افوكا، انا نفسي اكون محامي. فاطمه كاتورزون، فاطمه عندها 14 سنه، تمام. مون بير اي جورناليست، بابايا طبعا صحفي. مامير اي انجينيور، مامتي مهندسة. جادور لا فوتوغرافي، وانا بعشق التصوير. جو ايم اتر بيلوت، برسك عايزة اكون طيارة. برسكو جادور لو فواياج، لان انا بحب الرحلات. بسمة عندها 18 سنة. مون بير اي مامير سون ميدسان، بابايا ومامتي طبعا اطباء. ما باسيون سي لا ناتور، هوايتي الطبيعة. جو ايم اتر بروفيسور دو سيونس، واتمنى اكون مدرسة علوم. احمد سيزون، احمد عنده 16 سنه. مون بير اي فوتوغراف، بابايا مصور. مامير فوندوز، مامتي بائعه. لو ديسا سي ما باسيون، الرسم ده هوايتي. جو في اتر فوتوغراف، وانا احب تكون مصور كوم مون بير. هنبدا نشوف الاسئله. طبعا اول سؤال عن فاطمه، فاطمه موجوده قدامي في الدوكيمو. طبعا فاطمه ايم اتر، عندي موجوده هنا فاطمه بتقول لي جو ايم اتر بيلوت، انا نفسي اكون طياره. برسكو جادور لو فواياج، يبقى فاطمه نفسها تكون بيلوت طياره، طبعا تسوق طياره. لو ديسا سي لا باسيون، الرسم ده هوايه مين؟
هنلاقي احمد، وهنا بيقول لي طبعا لو ديسان الرسم سي ما باسيون دي هوايتي، يبقى هنا الاجابه هتبقى احمد. لامير دو علي ترافاي، طبعا هنا بقول مامير اي كويزينيير، مامتي اي طباخه، يبقى لامير دو علي ترافاي دانزان ريستورانت، بتشتغل فين؟ في مطعم. بعد كده فري وفو، سؤال فري وفو اول سؤال عندي. السؤال الاول بيقول لي احمد اه 18، طبعا غلط، 18 سنه، لان انا لو بصيت عند احمد عنده كام؟ عنده 16 سنه، احمد عنده 16 سنه. بعد كده بسمه ام بوكولا ناتور، طبعا الاجابه صح، بسمه موجوده قدامي، وطبعا هي بتقول جيم لا ناتور، وانا بحب الطبيعه. بعد كده السؤال لو بير دو فاطمه ترافاي دانزان جورنال، طبعا صح، لان طبعا هنا بتقول طبعا فاطمه بتتكلم بتقول في لو بير دو فاطمه ترافاي دانزان جورنال، مون بير اي جورناليست، باباها طبعا صحفي، يبقى بيشتغل فين؟ في جريده. بولي تو دي موند انا مي دو، بتسال صديقك من اين، دو يعني من اين، ال فيان من اين ياتي، ال دي هيقول ايه؟ هيقول جو فيان دو سينما، جو فيان دو سينما، انا جاي منين؟ من السينما. السؤال اللي بعده تو كونسي، انت بتنصح، انا ميكي فا لي اروما، طبعا صاحبك اللي هو المفروض هيسافر ايه؟ روما. تو دي هقول له طبعا ابرو ليطاليان، تعلم اللغه الايه؟ الايطاليه. السؤال اللي بعده انا مي تو دي موند لو سكرابي اي الخنفساء، كيسكو سي؟ تو دي هتقول ستين سورت الانسكت، نوع من انواع الحشرات، لان الاولى طبعا عصفوره والتانيه سورت دو اربر، نوع من انواع الاشجار، طبعا الخنفساء نوع من انواع الحشرات. عشره انا مي تو دي موند لوليو، صديقك سالك عن مكان ترافاي دان كوزينيير، المكان اللي بيشتغل فيه الطباخ، تو دي هتقول ايه؟ طبعا الترافاي دانزان ريستورون، بيشتغل فين؟ في مطعم. بعد كده سؤال الجرامير، اول سؤال في الجرامير لو بالون اي اجوش، هتبقى دولا راكيت، طبعا عشان راكيت مؤنث فاخدت لها دولا. اي فير، طبعا هنا فيرب كومونسي، فيرب كومونسي زي امي ادوري بريفيري دي تي سي، بياخد اداه معرفه، نركز مع فيرب كومونسي، لما يجي مع الشهور مع فصول السنه بياخد اداه معرفه، يبقى لما اشوف فصل من فصول السنه ومعاه فيرب كومونسي ما ينفعش ولا اون ولا او، يبقى هنا لي فير الشتاء، كومونس بتبدا 23 ديسمبر. ادور تو، هنا طبعا في فيرب مصرف، يبقى الفيرب التاني لازم يجي فين؟ في المصدر. فوتو تو بريفير، فوتو جمع مؤنث، يبقى هاخد كل الجمع الايه؟ المؤنث. باسيون سي لا فوتوغراف، ما باسيون لان كلمه باسيون مالها مؤنثه، ما كوبين ابيت هتبقى او فيتنام، طبعا في فيتنام. هنشوف سؤال الايميل اللي بعده بقول لي تو ايم، تو ايم اول حاجه سالو، هنرد بسالو زي ما هي، وقرو فار برضو كذلك الامر. تو ايم لا ناتور، سؤال بدون اداه استفهام وبادي بالتو، يبقى انا هنا هقول وي وتو حولها للجو، جو ايم لا ناتور، ايوه انا بحب الايه؟ الطبيعه. سالني كو بريفير تو دان لا ناتور، يبقى اداه الاستفهام حذفناها وعلامه الاستفهام في هنا شرطه، فبعمل مقص، هقول جو بريفير، طبعا بتحبي في الطبيعه، جو بريفير لي فلور، انا بحب الزهور او الورود، خلاص. بعد كده هنا بولي ديكري لو تون اون ايجيبت، طبعا دي خدناها في امتحان سابق، وهنا ديكري تون كارتي خدناها بس دي من بعيد شويه، فيمكن هحاول احل معاكم ديكري تون كارتي. اول حاجه كارتي طبعا كلمه مذكره فهستبدلها بال، اول حاجه ال اي جران، وجران يعني كبير، ال اي كالم، وكالم يعني هادئ، ال اي مودرن، ومودرن يعني حديث، تمام كده. طيب نيجي في اليا، اليا دي بارك، يوجد ايه؟ حدائق. بعد كده اليا دي كلب، يوجد نوادي. اليا دي ليسي، يوجد مدارس ثانوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.